صباح المدارس، صباح المدارس، صباح الشباب، صباح الشباب، صباح المدارس. صباح الخير لكم جميعا مستمعين الكرام، صباح الفكر والتاريخ والعلم والعلماء لأرض عرفت بكل هذا وأكثر. صباح الخير للمشاركة الصباحية الثانية في صباح المدارس، وستكون مع الطالب خالد بن وليد بن سيف المعمري، خالد من مدرسة دار القرآن الخاصة بولاية الخابورة وهو في الروضة. السلام عليكم يا خالد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خالد كيف حالك؟ خير والحمد لله. خالد كم عمرك؟ 5 سنوات. بارك الله فيك يا خالد. خالد انت حافظ كم سورة من القرآن؟ حافظ القرآن؟ واجب. شاطر يا خالد. إنزين يلا خالد قولنا حروف اسمك. خالد حرف إيش؟ حرف الخاء وحرف الألف وحرف إيش بعد؟ اللام وحرف الدال. إنزين يا خالد إيش بتشاركنا؟ نشيد. يلا قول النشيد يا خالد. نبينا الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق ضارئ المصور غفار القهار الرزاق الفتاح العليم القبيض الباصر الخفيض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العادل الناصر الخبير. ما شاء الله يا خالد. شاطر خالد. حافظ أناشيد واجد؟ نعم. وحافظ قصايد؟ ايه نعم. وإيش يعلموكم في الروضة في المدرسة؟ أناشيد. زين يلا قلنا نشيد غيره. خالد ايه حافظ نشيد غيره؟ نعم. يلا قول النشيد. غزلتها فتبسمت ورمى الفؤاد بحبها يبغي فعلا لا يريد سواها هلا عرفت من تكون حبيبتي وما الذي رد الفؤاد رداها تلك الصلاة على النبي وآله صلوا لتلقوا في صداها ماذا أفاطر في سماء كسيدي غير الصلاة بعد مثل المدي. اللهم صلي وسلم على رسول الله. ما شاء الله يا خالد. خالد انت شاطر ما شاء الله عليك. خالد نعم ايش بتقولنا بعد غير قصه؟
قصة عن إيش؟ يلا قول العصفور الثعلب. يلا قول هالقصة خالد. كان يا بكار في قديم الزمان، صار في العصر والأوان، كان هناك ثعلب يحب يأكل العصافير، والعصافير ما يحب الثعلب، والثعلب يحب العصافير. فكان هناك ثعلب كان عصافير زين، و بس كذاك القصة يعني؟ هي. يعني الثعلب يحب العصافير هي. والعصافير خالد، والعصافير تحب الثعلب ولا ما تحبها؟ ما تحبها. ليش؟ ليش العصافير ما تحب الثعلب؟ يعني أحب يأكل شيء. لا بس مفروض العصافير تحب الثعلب بعد، لأن الثعلب يحبهم ولا ما يحبهم؟ لكن أحب العصافير، لأن صن الثعلب يحب العصافير عشان يأكلهم، صح؟ نعم. إنزين خالد، إيش بتقولنا بعد غير؟ خالد نعم، ايش بتقولنا غير؟ بتشاركنا بعد؟ عندك قصيدة ولا خطبة؟ خطبة. يلا قول الخطبة يا خالد. بسم الله الرحمن الرحيم، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، نحمد ونستعين ونستهدي، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، سيهده الله فلا مضل له، سيهده الله فهادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فأما بعد، اتقوا الله وراقبوا، وامتثلوا أوامره وتحبوا، اتقوا الله يوم عظيم أليم. ما شاء الله يا خالد، خالد انت متميز. من اللي حفظك هذه الخطبة؟ أبوك؟ مدرستي. مدرستك، شاطر يا خالد. خالد انت لما تكون كبير وتخلص مدرسة ايش تريد تكون؟ شرطي. الله عليك يا الشرطي خالد، ليش تريد تكون شرطي يا خالد؟ عشان أدخل حرامية اللي خبزوا. اللي إيش؟ عشان أدخل حرامية اللي خبزوا. الحرامية اللي خمس وين تدخلهم؟ سجن. وين؟ سجن. في السجن؟ نعم. زين، واللي يسوق وما يربط حزام الأمان بتدخله بعد السجن؟ نعم. خالد انت شديد، كل شيء بتدخلهم السجن. شاطر خالد، تريد تقولنا شيء بعد خالد؟ نعم. ايش بتقولنا؟ يلا البطل، ايش بتقول؟ اشكر ابي وابي ومستك جعل القرآن وصباح المدارس. وما شكرت اخوانك؟ عندك اخوان خالد؟ نعم. من اخوانك اسمائهم؟ شيماء. ومن؟ شيماء وخالد ومن بعد؟ موزة. زين سلم عليهم. زين؟ زين. ولا تضاربهم في البيت. زين. زين. شاطر خالد، مع السلامة. السلامة. ما شاء الله على هذه البراءة من الطالب خالد بن وليد بن سيف المعمري من مدرسة دار القرآن الخاصة بولاية الخابورة، هو في الروضة، وأمنيته في المستقبل أن يكون شرطي.
عاد سبب أمنيت أن يكون شرطي يريد يدخل اللي خمسه بسياراتهم السجن. صباح الخير للجميع وشكرا لكم على طيب تفاعلكم. أبو خالد عاش، أبو الوليد خالد، أهم شيء أنه حافظ النظام ويمسك اللي خمسه، ما شاء الله تبارك الرحمن على تميزه. عبد العزيز المعمري خالص الدعوات لأبنائنا الطلبة في امتحان مادة الأحياء اليوم، والله يحفظ الشرطي خالد اللي ناوي يسجن اللي خمسه. ماجد البريكي، يوم جديد يسمو فيه شموخ وطني العزة والكرامة بأهلي أهلي عمان التاريخ. صباح الخير لراشد المقبالي، الأجواء جميلة جدا، الله يديم علينا الأمن والأمان. لقضان البحري، صباحك خير وسعادة. وسعيد ماسي، صباح الخير والسعادة، شكرا لك أيضا يا ندى. شكرا لبرنامج صباح الشباب الذي ينهض بهمم الصغار ويأخذ بأيديهم إلى طريق النجاح ليحقق أحلامه. ما شاء الله عليه الشرطي خالد، نتمنى له مستقبل باهر. على 90456 أحمد الجساسي، يتمنى السعادة للجميع. أبو عمر هيثم الصباحي، من نزوة إلى مسقط، والله الحافظ، الله يحفظك يا أبو عمر. صباح الخير أيضا لسعيدة أم خالد، أهلا ومرحبا بك يا سعيدة، وصباحك خير وسعادة. طابت صباحاتكم بكل السعادة والفرح، صباحكم سعادة وصباح الخير والسرور. ممكن أخي راشد سمعونا يا حافظ، احفظها من ديرة وتهديها الشامسية لكل أبناء عمان من أصغرهم إلى أكبرهم. حاضرين الشامسية.